بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. إن الله كان عليكم رقيبا. إن الله كان عليكم رقيبا. وآتوا اليتامى أموالهم. وآتوا اليتامى أموالهم. ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب. ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب. ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم. ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم. إنه كان حوبا كبيرا. إنه كان حوبا كبيرا. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. مثنى وثلاث ورباع. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. ذلك أدنى ألا تعولوا. ذلك أدنى ألا تعولوا. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا
مريئا. فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم. حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم. ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. ومن كان غنيا فليستعفف. ومن كان غنيا فليستعفف. ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم. فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم. وكفى بالله حسيبا. وكفى بالله حسيبا. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر. وللنساء نصيب مما ترك الوالدان
نصيبا مفروضا نصيبا مفروضا. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. وإن كانت واحدة فلها النصف. وإن كانت واحدة فلها النصف. ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. فإن كان له إخوة فلأمه السدس.
شركاء
التي يوصى بها أو دين غير مضار من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله وصية من الله والله عليم حليم والله عليم حليم تلك حدود الله تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا ومن يعص الله ورسوله ويتعد يدخله نارا يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا واللذان يأتيانها منكم فآذوهما واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما فإن تابا وأصلحا
توابا رحيما. إن الله كان توابا رحيما. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم. ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار. حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار. أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. وعاشروهن بالمعروف. وعاشروهن بالمعروف. فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فإن كرهتموهن
استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم
من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم وأمهات نسائكم وربائبكم التي في حجوركم حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن وربائبكم التي في حجوركم دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم من نسائكم التي دخلتم بهن فإن لم تكونوا فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم إن الله كان غفورا رحيما والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين وأحل لكم ما وراء ذلكم فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة فما استمتعتم
استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما إن الله كان عليما حكيما ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات صلاة المؤمنات فمما ملكت أيمانكم فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات فمما ملكت أيمانكم فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير متسافحات ولا متخذات أخدان وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير متسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنت منكم ذلك لمن خشي العنت منكم وأن تصبروا خير لكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم
رحيم. والله غفور رحيم. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم. والله عليم حكيم. والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم. يريد الله أن يخفف عنكم. وخلق الإنسان ضعيفا. وخلق الإنسان ضعيفا. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا تقتلوا أنفسكم. ولا تقتلوا أنفسكم. إن الله كان بكم رحيما. إن الله كان بكم رحيما. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا. وكان ذلك على الله يسيرا. وكان ذلك على الله يسيرا. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون
يكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما يكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما إن الله كان بكل شيء عليما ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا إن الله كان على كل شيء شهيدا الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم الصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله الصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن
أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها Thank you.
أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما فكيف إذا جئنا من بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على تسوى بهم الأرض يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى لا تقربوا الصلاة
له ما تقولون لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط ويقولون سمعنا وعصينا
من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت فنردها وكان أمر الله مفعولا وكان أمر الله مفعولا إن
ذلك لمن يشاء فقد افترى إثما عظيما ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا كيف يفترون على الله الكذب انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا وكفى به ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أم يحسدون الناس على ما أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله
فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فقد آتينا فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا وكفى بجهنم سعيرا إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما إن الله كان عزيزا حكيما والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري تحتها الأنهار والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري تحتها الأنهار سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا سندخلهم جنات تجري فيها أزواج مطهرة لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا وندخلهم ظلا الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها
بين الناس أن تحكموا بالعدل أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به الله كان سميعا بصيرا إن الله كان سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا ذلك خير وأحسن تأويلا ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا ويريد الشيطان
الله وإلى الرسول رأيت المنافقين وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا ثم جاء أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم
فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أن كان خيرا لهم وأشد تثبيتا ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدن عظيما وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما ولهديناهم صراطا مستقيما ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين ومن يطع الله والرسول فأولئك مع من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله ذلك الفضل من
من الله وكفى بالله عليما وكفى بالله عليما يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا وإن منكم لمن ليبطئن وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن ولئن أصابكم فضل لنك أن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا
ربنا الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها وجعل لنا من لدنك وليا وجعل لنا من لدنك نصيرا واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت والذين كفروا ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى
حسنة يقولوا هذه من عند الله يقولوا هذه من عندك وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل من عند الله قل كل فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما من حسنة فمن الله ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا وكفى بالله شهيدا من يطع الرسول فقد أطاع الله من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسل عليهم حفيظا ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على وكفى بالله وكيلا وكفى بالله وكيلا أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن
ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرِّض المؤمنين وحرِّض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا وكان الله على كل شيء مقيتا وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا إن الله كان على كل شيء حسيبا الله لا إله إلا هو الله لا إله إلا هو
لأجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم وقتلوهم حيث وجدتموهم فإن تولوا فخذوهم وقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا
وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة وذية مسلمة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة فدية مسلمة
إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما وكان الله عليما حكيما ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم قبل فمن الله عليكم فتبينوا كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا إن الله كان بما تعملون خبيرا لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله لا يستوي القاعدون من المؤمنين
سبيل الله بأموالهم وأنفسهم والضرر والمجاهدون في سبيل فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة فضل الله المجاهدين بأموالهم وكلا وعد الله الحسنى وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما وفضل الله المجاهدين درجات منه ومغفرة ورحمة درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما وكان الله غفورا رحيما إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا
فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله الموت فقد وقع أجره على الله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما وكان الله غفورا وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم
ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما وكان الله عليما حكيما إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله إنا أنزلنا
ولا تكن للخائنين خصيما ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما إن الله لا يحب من يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا وكان الله بما يعملون محيطا ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا ها جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يكسب
يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه، ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه، وكان الله عليما حكيما، وكان الله عليما حكيما. ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا، ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا، ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا، ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم طائفة منهم أن يضلوك، ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم طائفة منهم أن يضلوك، لهم طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم، لهم طائفة منهم أن يضلوك وما وما يضرونك من شيء، وما يضرونك من شيء. وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما، وكان فضل الله عليك عظيما. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف فيه أجرا عظيما. ومن يفعل ذلك ابتغاء
الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا إن يدعون من دونه إلا إناثا يدعون إلا شيطانا مريدا إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولأضلنهم ولأمنينهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من
فقد خسر خسرانا مبينا ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات سندخلهم جنات تجري من تحتها فيها الأنهار خالدين فيها أبدا سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا خالدين فيها أبدا وعد الله حقا خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله قيلا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا ومن أحسن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع
اتبع ملة إبراهيم حنيفا ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا واتخذ الله إبراهيم خليلا ولله ما في السماوات وما في الأرض ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا وكان الله بكل شيء محيطا ويستفتونك في النساء ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا
جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم ولن تستطيعوا فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما وكان الله واسعا حكيما ولله ما في السماوات وما في الأرض ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا وكان الله غنيا حميدا ولله ما في السماوات وما في الأرض ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا وكفى بالله وكيلا إن يشأ
يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا وكان الله على ذلك قديرا من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا وكان الله سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا اتبعوا الهوى أن تعدلوا فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله يا أيها الذين آمنوا والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل
يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل. ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا. إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. الذين يتخذون الكافرين أولياء يبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. إنكم إذا مثلهم. إنكم إذا مثلهم. إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. إن الله جامع المنافقين والكافرين
الكافرين في جهنم جميعا الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم قالوا ألم نستحوذ يستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إله ولا إله هؤلاء مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء ومن فلن تجد له سبيلا ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من
أولياء من دون المؤمنين. أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا؟ أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا؟ إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله. إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم؟ ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم؟ وكان الله شاكرا عليما. وكان الله شاكرا عليما. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. وكان الله سميعا عليما. وكان الله سميعا عليما. إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله
ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما وكان الله غفورا رحيما يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا
ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك ما لهم به من علم إلا اتباع الظن ما لهم به من علم إلا اتباع وما قتلوه يقينا وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وكان الله عزيزا حكيما وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته
ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم بهم عن سبيل الله كثيرا فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده إنا أوحينا إليك كما أوحينا وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا
ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما وكان الله عزيزا حكيما لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا وكفى بالله شهيدا إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا وكان ذلك على الله يسيرا يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما
حكيما وكان الله عليما حكيما يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة إنتهوا خيرا لكم إنتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا وكفى بالله وكيلا لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا
فلا نصيرا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا يا أيها الناس قد جاءكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما فسيدخلهم في رحمته منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك إن امرؤ هلك ليس له ولد وله وهو يرثها إن لم يكن لها ولد وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم والله بكل شيء عليم.